هناك من ينظر أنه المشكلة الأساسية بالبلد هي خارج إطار أنه التسوية الكبرى وإلى آخره. إذا ما نفوت على الداخل، المشكلة الأساسية أنه فريقكم السياسي متمسك فيك كمرشح وحيد، رافض يفتح مجلس النواب إلا ما يصير في حوار، ولهالسبب هيدا هالفراغ مستمر. ماذا تقول لأصحاب هذا المنطق أو هذه النظرية؟ أنا بقول ولا مرة صار رئيس بلا حوار، صح؟ انه وقت اللي اجى جدي ورجع اجى بعد منا مخيل ده صار في لوزان وجنيف، وصار في كذا حوار، وصار في الدوحه بعدين، وصار في طائف، وصار دائما كان في اذا بدك شكل من اشكال الحوار تينتج رئيس. اذا بنطلع من سنه السبعين وقت اجى جدي بعد السبعين، يعني بعد الستة وسبعين لهلا. لذلك انا بقول انه اول ما عم بينطرح حوار تحت قبه البرلمان بتصور منا ما عم بينطرح لا مشكل ولا عم بينطرح تحدي، عم بينطرح تعالى انت حوار. والبرلمان منه ملك بيو للرئيس بري، بس هو رئيس مجلس النواب يعني ما يوخذونها، يعني بيضطر يترأس، يعني انه ما بيقبلوا، انه كمان مش منطقي هذا الكلام. لذلك انا بعتقد انه وقت عم بينطرح حوار عم بينطرح مخرج، وقت انتم عم ترفضوا هذا المخرج كمان انتم عارقلين بطريقه معينه، بيقول لك انا ما بجي على الحوار لان بدك تفرض علي سليمان فرنجي. حبيبي اذا انت هالقد ما عندك ثقه بنفسك مش مشكلتي انا، انه انا اذا جيت فيك تجي وما تقبل بسليمان فرنجي. انه اذا خايف تجي طيب فرض عليك سليمان فرنجي معناتها ثقتك بنفسك عندك مشكله فيها. روح شوف حكي بنفسي، ما تخش تشوفني انا، يعني عم نحكي اذا انا ما بروح لهون لانه بخاف ما تفرض علي، انه مين عم بفشوا عم بحطوا لي فرض براسي، عم بيجوا يقولوا لك هذا راينا وعم تقول هذا رايك وبنوصل على التسويق. لا بس بالمقابل بيقولوا كمان انه انتم ليش خايفين تفتحوا المجلس وتعملوا انتخابات بدورات متتاليه؟ لانه لو ضامنين وصول سليمان فرنجي كنتوا بتفتحوا المجلس وبيمشي الحال. اليوم في تدخلات كرة أرضية كلها سوا بوجه حزب الله، وإذا بنعتبره أنا ما أعتبرين أنه بدهم يعملوا هالدور وهالمكنة الكبيرة ويعملوا هالضغط النفسي على كل العالم تجربوا يغيروا النتيجة. هذه حرب إذا بدنا نعتبر. طب أنك بدك تجي تستعمل كل وسائلك بالضغط تتوصل لمحل معين، أنا عم بقول تعالوا نتحاور، إذا اتفقنا هيك بنروح هيك، اتفقنا هيك بنروح هيك وبنروح ننتخب. لأنه هذه برجع بقول لك اللعبة، الموضوع مستقبل هو موضوع استراتيجية لبنان لوين رايح. ال- 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 المشروع الاستراتيجي أو إذا بدنا نحكي الخيار الاستراتيجي للبنان وين. لذلك أنا بعتبر مش هيك، مش إنه منروح شو عم ننتخب نادي روتاري نحن انه بنروح نعمل هيك، مش هيك القصه. بس ما هيدي عمليه ديمقراطيه يا خي علمانيه، يعني مرت الماضيه مرت الماضيه كانت علمانيه ديمقراطيه، تغير الدستور مرت الماضيه لهلا بعده. طب صار زيت الشيء مع الرئيس ميشيل عون، كانت المعركة على شخص الرئيس ميشيل عون ولا على الخيارات الاستراتيجية؟ كانت على الخيارات الاستراتيجية. مع الرئيس ميشيل سليمان صار نفس الشيء، صار حوار واتفقنا بعدين احنا على الدوحة بعد ما صار 7 ايار، ولو يسمعوا منا من تشرين ما كنا وصلنا على 7 ايار، توصلنا على الخيارات الاستراتيجية بوقتها، كانت بوقتها قانون الانتخابات، كانت بوقتها قيادة الجيش، كانت بوقتها مشينا بميشيل سليمان، وكانت قبلها بالرئيس لحود بس كان في وجود سوري، كان قبلها كل هذا الموضوع. لذلك انا برجع بقول لك لبنان محكوم عليه التفاهمات والحوار. هلا بتجي بتقول لي نفذ الدستور، بيجي بقول لك قبل وقت اللي كان يصير هالقصص كانت تعمل حروب، كانت العرب تنزل على الشارع، وكان يصير في ازمه 58 وازمه 75 وازمه 82 وكل الازمه. نحن هلا عم نقول تعالوا نتحاور، تنتحاور تجي بتقول لي روح نفذ الدستور. هلا شو بيهمنا نحن المشكله شو بيصير بالقصه؟ انه الشعب بده الدوله، والشعب اذا بدك 90% من اللي بيصير بالكواليس مش عايشه، بقول لك ايه ما علي معك حق، مثل ما هلا عم تحكي انه القانون والدستور وكذا. يا ريت فينا نكون هيك، لو كنا بالسويد ايه يا ريت فينا نكون هيك، لو كنا بايام عاديه خياراتنا استراتيجيه كلها وحده، مختلفين جورج او سليمان بس كلنا عم نحكي لغه وحده ما في مشكله. نحن اليوم عم نحكي صارنا فتره طويله من 40 سنه وان شاء الله ما بقى طول، ان شاء الله بنوصل، لانه انا شايف انه الشرق الاوسط كله عم ببشر بالخير بالمستقبل، رايع على التسويات، وهذا الخير اللي جاي بالمستقبل هذا اللي لازم نراهن عليه، لانه هذا اللي بيريحنا بالمستقبل، مش بيريحنا وقت اللي صارت وورد تريد سنتر، وقت اللي اختلفوا السنه والشيعه وصرنا نشوف الصراع السني الشيعي بالمنطقه، هذا اللي انعكس اذا بدنا نعتبر سلبا على لبنان ووصلنا بعد 2005 لمحل.